احنا قلنا في برنامج الابطال وكلينا السابق في هذا الموضوع. طيب انا عايز اقول لكم تفاصيل اكتر عن البطولتين، تفاصيل مش هتسمعوها في اي برنامج تاني غير هنا. اول تفصيله ان بطوله تصفيات البطولتين ايه هما؟ بطوله العالم للانديه بمشاركه اربع فرق. طيب مين هما الاربع فرق؟ الاول قبل ما نقول تفاصيل عن البطوله، الاربع فرق اللي معانا، اول فرقه طبعا نادي الزمالك بطل افريقيا، وساوث باي ليكرز، تمام، وسام باولو طبعا ليكرز او ساوث باي ليكرز ده امريكي، وعندك سان بابلو بورجوس الاسباني ده بطل اوروبا، وفلامينجو البرازيلي في فبراير القادم. اربع فرق يعني ثلاث ماتشات لكل فرقه. طب البطوله دي الاتحاد الدولي طلب فيها $1,000,000، اللي عايز ينظمها يدفع $1,000,000. في مفاوضات مع الاتحاد المصري ان هو تنزل ل $600,000. طبعا الحاجات دي يعني من مصادرنا وحاجات يعني طبعا يعني قريبه جدا للصحه يعني. $600,000، الاتحاد المصري بيحاول يخفض التكلفه من $1,000,000. هيبان الكلام ده على يوم الثلاثاء، على يوم الاربعاء الفلوس هتبقى قد ايه. وزاره الشباب هتشيل رقم كبير من هذا الرقم. وزاره الشباب والرياضه هتشيل رقم كبير من هذا الرقم كدعم. والباقي هيجي من خلال بعض الرعاه والكلام ده كله، وده الاتفاق اللي حصل. طيب البطوله دي الاتحاد الدولي ما بيتكفلش اي شيء، بالعكس هو بياخد فلوس. فالدوله المنظمه او المفروض النادي المنظم، لان احنا نعرف ان بطوله العالم للانديه بينظمها نادي، دي من يمكن المرات اللي شفنا فيها ممكن يبقى في دعم من دوله يعني، او دوله المصريه دعم تنظيم البطوله دي. فاللي هيجي يعني الدوله المنظمه تتكفل بامور كتيره معينه. طيب بطوله تصفيات افريقيا، البال عمل ايه عشان يقوي البطوله؟ في ست فرق هيتاهلوا نهائيات مباشره. البال اللي هي بطوله افريقيا لكره السله اللي كانت بنسختها الاونيه السنه اللي فاتت، وكان فيها الزمالك مشارك كبطل مصر. اول نسخه يشرف عليها الام بي اي الامريكي كانت السنه اللي فاتت. فالسنه دي عشان يقوي البطوله وموضوع كورونا اتفتح والقصه فتحت شويه وبقى فيه الفاكسين يعني بقى مساعد الامور دي شويه، البال الام بي اي متكفله بكل شيء، متكفله بكل شيء يعني تذاكر طيران اقامه كل شيء، الام بي اي صارف على البطوله كلها. عشان في دول تقدر تدفع وفي دول ما تقدرش تدفع، او في فرق بلاش دول لان دي فرق، في فرق تقدر تدفع وفرق ما تقدرش تدفع. فالام بي اي متكفل في كل شيء. فاذا وزاره الشباب والرياضه هتساهم فين؟ في بطوله العالم للانديه. السؤال هنا اللي بنطرحه، ويمكن ده تساؤلات على السوشيال ميديا الاهلاويه بقى لها يومين. السؤال هنا يمكن سلسله البطولات اللي كانت موجوده السنه كلها من اول فبراير لغايه وقتنا هذا كانت ماتشات او بطولات تنظم للمنتخبات المصريه، كانت الدوله المصريه بتستضيفها ونجحت وبهرت العالم كله، بدايه ببطوله العالم لكره اليد وصولا بالبريميوم ليج وغيره وغيره، كل الرمايه والخماسي وكل الكلام ده كان منتخبات مصريه. اول مره الوزاره تدعم بطوله للانديه. التساؤل هنا، هل ده اتجاه جديد؟ هل ده حاجه معينه؟ يعني احنا دايما عارفين انه دايما بيكون الاولى هو منتخب مصر، الاولى بيكون استضافه البطولات اللي منتخب مصر، خاصة انه يعني منتخب مصر يعني ما نقول، خليني اتكلم بامانه يعني، منتخب مصر الرجال خد 11 المركز 11 في افريقيا، والسيدات خدت السادس. كان ممكن لو البطوله دي اتنظمت على ارض مصر كانت ممكن تساعد كتير منتخب مصر، فالاولى بتبقى للمنتخبات. الحاجه الثانيه، لو نفتكر 2007 بطوله العالم لكره اليد اللي استضافها النادي الاهلي على صاله الامير عبد الله الفيصل، صاله الامير عبد الله الفيصل، النادي الاهلي هو اللي نظمها، وبالمناسبه النادي الاهلي خد فيها فضيه، وده احسن ترتيب في بطولات العالم من كل الفرق المصريه في كره اليد. فاللي نظمها النادي الاهلي، فبطولات الانديه اللي بينظمها نادي. فالتساؤل، هل يمكن عشان نادي الزمالك مشارك مش هيقدر ينظم؟ يعني في تساؤلات كتيره جدا بيتساءلها الشارع الاهلاوي والسوشيال ميديا الاهلاوي، بس ما يعني مش ما يعني ما عندناش اجابه الحقيقه. احنا بنقول الخبر اللي موجود، والخبر والجديد في الخبر ان دي اول مره بطوله تدعمها الدوله ممثله في انديه، وفي الاول والاخر هي بتقام على ارض مصر، والقرار النهائي الثلاثاء او الاربعاء نتمنى ليها كل التوفيق طبعا. ويعني هل لو نادي تاني مشارك غير نادي الزمالك كان ممكن يحصل هذا الدعم؟ اكيد يعني احنا بنطرح التساؤلات والاجابه لحضراتكم اكيد طبعا، والاجابه للي عنده اجابه لهذا الموضوع.